الدور ديال عيسى بن حدو مصنف تراث عالمي تاع اليونسكو من منذ 1987. هو قصر اللي عرف تطور منذ التصنيف في القطاع السياحي، يعني توالت الاستثمارات في هذا القطاع هذا من فنادق دور الضيافه ومطاعم، وهو كذلك قصر اللي كيستقطب الانتاجات السينمائيه الضخمه العالميه. فمعروف لوروز دارابي كانت تمثلت فيه لقطات هنا، الفيلم ديال غلادياتور كذلك كانت تمثلت فيه لقطات، برنس اوف بيرسيا حتى هي مجموعه تاع اللقطات، وهذا اللي عطى واحد الانتعاشه كبيره لهذا القصر هذا اللي بقى محافظ رغم ذلك على الجماليه ديالو، على الرونق ديالو، وعلى يعني الخصوصيه ديال الفلاحه اللي كنوجدوها يعني منتشره يعني بجنبات المنازل والاماكن يعني والدور اللي كيقتلوها السكان. السكان كذلك كيستافدوا في الوقت نتاع التصوير ديال الافلام انه في الاشتغال، وكيستافدوا كيد عامله مثلا في تشييد الديكورات في الصناعه التقليديه كذلك. ولهذا فهذا القصر عنده واحد المكانه هامه لا في القطاع السياحي ولا في القطاع السينمائي بالنسبه لاقليم ورزازات. We liked it very much. Thank you. And you? It's very nice. It's very nice, very beautiful, and it's very awesome that they film here, like movies and all of that. El lugar es increíble, como mágico, y la gente y increíble en la mitad del desierto encontrarse con esto. Como vergeles cruzados por el río y con una ciudad construida donde la gente en realidad vivía acá. Muy interesante. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.